الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. درسنا اليوم سيتطرق إلى فرع هام جدا من أفرع التربية الموسيقية، وهو الفرع الذي يجمع مادتنا بمادة اللغة العربية. دعونا نكتشف ما هو هذا الفرع. نبدأ درسنا اليوم وأترككم مع مشاهدة لمقطع فيديو وتحديد الفكرة العامة من هذا المقطع. بين الكويتيين والبحر عشق أزلي وحب خالد وتاريخ عريق، إذ كان البحر يمثل الرئة التي يتنفسون بها والكنز الكبير الذي يمدهم بالخيرات والهبات، والأفق الرحب الذي يصلهم بالقاطنين في الجوانب الأخرى من السواحل في أرض الله الواسعة. فمن هذه الشواطئ انطلقت خلال العقود الماضية المئات من السفن باتجاه مغاصات اللؤلؤ أو ما يسمى بالهيرات، المنتشرة على الضفاف الغربية من سواحل الخليج العربي، حاملة الآلاف من أبناء المنطقة لممارسة أبرز نشاط ملاحي عرفه سكان الخليج منذ القدم، متمثلاً في مهنة الآباء والأجداد، مهنة الغوص على اللؤلؤ. شكراً لله الذي منحنا هذه الكنوز العظيمة في أعماق البحار. والآن من منكم استطاعت أن تستنتج موضوع درسنا اليوم؟ نعم، أحسنتم، استنتاج صحيح. موضوعنا عن مهنة الآباء والأجداد، الغوص على اللؤلؤ في الكويت قديما. والآن ما رأيكم أن نتذكر معلومة درسناها في مادة الاجتماعيات؟ هل تذكرون اسم السفينة الكويتية التي كانت تستخدم قديما في الغوص على اللؤلؤ؟ نعم، هناك العديد من السفن الكويتية القديمة. من أشهر السفن اللي كانت تستخدم قديماً في الغوص على اللؤلؤ كانت سفينة تسمى البوم، وربانها كان يسمى النوخذة. معلوماتكم كانت جيدة في مادة الاجتماعيات، هل هي كذلك في مادة الرياضيات؟ شكل اللؤلؤة يشبه أحد الأشكال الهندسية المجسمة، فهل تذكرون اسم الشكل الهندسي الذي يشبهه؟ نعم، أحسنتم، فاللؤلؤة تشبه الشكل الهندسي الكروي. لنبدأ الآن موضوع درسنا اليوم، ودرسنا اليوم هو أنشودة الغواص. ولكي نعرف من هو الغواص، أترككم مع مشاهدة لهذا المقطع. هل عرفتم الآن من هو الغواص؟ نعم، أحسنتم، الغواص هو الذي يبحث عن اللؤلؤ ويستخرجه من أعماق البحر. والآن سوف نستمع إلى أنشودة الغواص، وعلينا أن ننصت إنصاتا جيدا.
والآن لنقرأ معا كلمات الأنشودة قراءة صحيحة. أنشودة الغواص: هيا إلى البحر وجماله السحر وشراعنا يجري باليمن والخير. هيا إلى البحر، الله مولانا، للسعي نادانا، في اليم يرعانا من داهم الشر. ما رأيكم الآن أن نختبر معلوماتنا في مادة اللغة العربية من خلال التعرف على بعض المفردات ومعانيها؟ ما معنى كلمة السعي؟ السعي تعني هنا الاجتهاد في طلب الرزق. وما معنى اليم؟ اليم هو البحر. وما معنى داهم الشر؟ داهم الشر تعني الأحداث المفاجئة، والمقصود هنا هو أسماك القرش. وقبل أن نبدأ بغناء الأنشودة، نعرف أننا لابد أن نتنفس بطريقة صحيحة أثناء الغناء. ما رأيكم أن نتذكر معلومة مهمة درسناها في مادة العلوم عن عملية التنفس؟ عملية التنفس يا أصدقائي مهمة جدا للإنسان، لأنها تمد الجسم بالأكسجين، والجهاز المسؤول عن التنفس هو الجهاز التنفسي كما يظهر من هذا الشكل. والمكان الذي يستقبل الهواء هو الرئتان. يدخل الهواء إلى الرئتين بعملية تسمى الشهيق، ويخرج بعملية تسمى الزفير. عمليتي الشهيق والزفير تعلمنا أن نتحكم فيهما أثناء ممارسة التمرينات في مادة التربية البدنية أيضا، وذلك لنتجنب الشعور بالإجهاد أثناء التمرين. فلو نظمنا عملية الشهيق والزفير أثناء وقبل الغناء، فسوف نلاحظ أنها تساعدنا على عدم إجهاد الأحبال الصوتية. فلنجرب معا كيفية تنظيم عمليتي الشهيق والزفير، ولنتذكر أن الشهيق يكون من الأنف، أما الزفير يكون من الفم. هيا معي الآن: شهيق، زفير، شهيق، زفير. سوف أؤدي الآن هذا التمرين الصوتي البسيط بالمقطع ما، وعليكم أن تؤدونه بعدي مباشرة. هيا بنا: واحد، اثنان. أحسنتم، أداء جيد. والآن سوف نستمع إلى لحن الأنشودة ونحاول أن نردد الكلمات بصوت خفيف وطريقة صحيحة مع اللحن. أحسنتم،
أداء متقن. والآن سوف نغني جميعا أنشودة الغواص ونتأكد من أدائنا لها بشكل صحيح. قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم والذي تناولنا فيه العديد من المعلومات المفيدة، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.